يأتينا أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ابن مسعود هو نفسه رضي الله عنه راوي حديث اليمين الغموس، هو نفسه يروي الحديث، واليمين الغموس كبيرة من الكبائر بنص الحديث لأنها فيها هذا الوعيد الشديد، والذي يرويه ابن مسعود، ومع ذلك يقول: لو خيرت بين أن أحلف بغير الله وأنا صادق أو أن أرتكب كبيرة بحلفي بالله كاذبا وهو الذي أنا أروي حديثه، لكان أسهل علي أن أحلف بالله كاذبا من أن أحلف بغير الله تعالى صادقا، إلى غير ذلك الحقيقة من الدلائل الكثيرة. ولو راجعت المصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، لوجدت آثارا كثيرة عن السلف في تشديد أمر الحلف بغير الله. حتى روى النسائي أن سعد رضي الله عنه لما حلف باللات والعزى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن العهد قريب، يعني أنا عهدي قريب بالجاهلية، وإني حلفت وقلت واللات والعزى. أصل الحديث في الصحيح، لكن في النسائي فقال له أصحابه، يعني الصحابة: ما نراك إلا كفرت، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأل. هذا يدلك على أن المستقر عندهم شدة أمر الحلف بغير الله عز وجل، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتشهد وأن يتعوذ بالله وأن لا يعود. هذا أمر كبير أن تقول للموحد تشهد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، مع أنه لا يكفر لا يرتد، لكن لأن ألسنتهم اعتادت هذا، فكونه يأمر موحدا أن يقول لا إله إلا الله وهو موحد دل على عظم الأمر. وهذا يعطيك مسألة، وأنه تستقر الحقيقة في كتب المتأخرين مسائل سواء في الفقه أو في الاعتقاد على خلاف ما قرره السلف وعلى خلاف ما قرره الأئمة الأربعة جميعا، ثم ينتشر قول المتأخرين فيغلب حتى يكون هو الذي يفتى به مع مخالفته لقول الأئمة الأربعة ومخالفته للأهم وهو قول السلف الصالح رضي الله عنه. فلا يرتاب أن الحلف بغير الله عز وجل أنه محرم حرمة مقطوعا بها، وأنه يطلق عليه الشرك لفداحة أمره، لفداحة أمره، فلا يستسهل أحد أمر الشرك هذا. ومن كان معتادا عليه كالذين يحلفون بالنبي وكثير، والذي يحلف بشرفه والذي يحلف بأبيه، يقال العادة ليست دليلا، اقطعها هذه العادة كما قطعها الصحابة رضي الله عنهم، واحلف بالله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما أن تحلف بالله أو لا تحلف. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فالخبر في هذا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هو على ما تقول. ثم ذكر المصنف قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهذا تكلمنا عنه، وهذا يدل على أن الشرك في جنسه أشر من المعاصي. الشرك من حيث جنس الشرك، من حيث جنس الشرك أشر من جنس المعاصي. لكن لا تأخذ المسألة فتقول: من قطع الطريق وقتل النفوس أخف ذنبا ممن حلف بغير الله. هذا غلط، ليس بصواب. هذا الكلام على جنس الذنب نفسه، فجنس الشرك أعظم من جنس المعاصي، لكن عند التفصيل قد توجد معاصي أشد من الشرك الأصغر. فقطع الطريق سمى الله تعالى صاحبه بالمحارب لله ورسوله، والذنب العظيم الذي بعد الشرك مباشرة، بعد الشرك الأكبر مباشرة، هو قتل النفس كما في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: رأينا أشد الذنوب بعد الشرك الدماء، يعني سفك الدم الحرام وقتل النفوس، هذا أعظم
الذنوب بعد الشرك. إذن جنس الشرك حتى الأصغر منه، جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس المعاصي، أما عند التفصيل فكما ذكرنا لك